تخيلوا كده لو قلتلكوا ان في وجبات حلوة قوي تسد معاكوا طول اليوم وممكن تشيروا فيها مع صحابكوا ب150 جنيه بس. خلوني اقولكوا ازاي. رحت مطعم روستو، هو ليه فروع كتير بس انا كنت في فرع المقطم، طلعت انا وصحابي على هناك علشان عرفت انهم عاملين عروض كتير قوي ب150 جنيه، زي كده عرض المكساوي اللي بيكون 6 قطع شاورما عربي مع سخين شيش تركي ورز مع تومية وطحينة. وعايز اقولكوا انا سبت الوجبة بتاعتهم ومسكت في العيش بتاعهم بيعملوه بخلطة كده بالفلفل الاحمر، حلو قوي. كمان في عرض السعاده بيبقى عباره عن ماريه وثلاث قطع كريسبي مع الصوصات والبطاطس والعيش، ودي كانت اول مره ليا اجرب الماريه وطلعت حلوه وعجبتني جدا. وتالت عرض بقى هو عرض السوبر، بيكون فتت شاورما فراخ مع 6 قطع شاورما لحمه مع البطاطس والصوصات واتنين بيبسي، والعرض ده اصلا عايز 2 يشيروا فيه علشان كبير. ولو ما بتحبوش فتت الشاورما تكون فراخ فممكن تطلبوا عرض التوفير، بيبقى فيه فتت شاورما لحمه مع سندوتشين شاورما فراخ، وانا عن نفسي بحب اكتر فتت الشاورما تكون لحمه اكتر من الفراخ، وهم هناك بيعملوها حلو قوي. واخر عرض بقى هو عرض البروتين، بيكون ورك مشوي على الفحم مع 6 قطع شاورما لحمه. واللي عجبني بقى في الوجبات دي انها كبيره، كل واحد فينا ما كانش عارف يخلص الوجبه لوحده، محتاجه 2 يشيروا فيها، واصلا سعر الوجبات حلو قوي.